ان شاء الله نزوره عاجلا غير آجل يا رب يا كريم. احمد الفراج عنده اضافه، وبعد الشوي كان عنده اضافه، ولا الشيخ وليد راح يبحر معنا في مكان المخلوق النبي الله صلى الله عليه وسلم. اليسار اللي جنبي اقدر اطلع جوا. القرآن صلى الله عليه وسلم، أنا أذكر موقف في تسامح النبي صلى الله عليه وسلم مع واحد من أعظم قادات قريش اللي كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو سفيان بن حرب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه الحارث. كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منذ الطفولة أبو سفيان بن حرب، وكانوا في سن واحدة، إلى أن انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته للإسلام، فوجد حرب وعداوة من أبو سفيان بن حرب اللي كان أقرب الناس إليه في الطفولة وفي الشباب، ثم أصبح أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو أبرز قادات قريش في الغزوات اللي كان يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يعني جاء تقريبا فتح مكة، سمع أبو سفيان بن حرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مقبل على مكة المكرمة لفتحها، فدخل على أسرته أبو سفيان بن حرب ووجد زوجته وأبنائه، فقال لهم يعني لا يوجد لنا مكان في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقبل لمكة ليفتحها، لذلك لا ينسى نذهب. فدار نقاش في البيت، في بيت أبو سفيان بن حرب، فزوجته قالت يعني إذا كان العجم والبعيد والغريب آمن وصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، متى ستؤمن برسالته؟ فمع الحوار دخل أو وقع الإيمان في صدر أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فطلب من الغلام أن يجهز راحلته ويجهز السلاح، وأخذ معه ابنه جعفر وتوجه إلى الأبواء كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها مع أصحابه، فكان متنكرا داخلا للأبواء، ويعني يتوارى عن أنظار الصحابة، لأنه لو رؤي أبو سفيان بن حرب قتل مباشرة. إلى أن وجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة في مجموعات يدخلون أو يمشون في القافلة في مجموعات، إلى أن وجد المجموعة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، كل ما واجهه يعرض عنه يعرض عنه، إلى أن توجه إلى أبو بكر، وأبو بكر فعل نفس الفعل. هذه القصة يقصها أبو سفيان بن حرب، يقول حتى وجدت عمر بن الخطاب فنظرته بنظرة استعطاف، إلا أن عمر كان أشد قسوة من أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم في الإعراض عني. يقول إلى أن يعني نفذ صبري، فرأى عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فتوجه إلى عمه العباس وقال لعمه اشفع لي عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أريد أن أقابل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يعرض عني. فرفض العباس، قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجبه أن يراك فلا أستطيع أن أطلب منه ذلك. ثم ذهب إلى علي بن أبي طالب وطلب منه نفس الطلب ورفض علي بن أبي طالب. أنا أريد أن أختصر القصة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل لبيته، وكان أبو سفيان بن حرب وابنه جعفر جالس عند باب النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما خرج النبي ورأى أبو سفيان بن حرب أعرض عنه، كل ما رأى أبو سفيان أعرض عنه، وأبو سفيان ما زال على إصراره أنه يريد أن يدخل الإسلام، إلى أن جاءت غزوة حنين في تلك الفترة، يعني تجهز المسلمين للغزوة، وكان من ضمن اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو سفيان بن حرب، فيعني أخذ عهد على نفسه أنه لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خيرا، فكان من أشد الناس وقوفا في تلك الغزوة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني فعل أبو سفيان قال سأل من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو سفيان بن حرب، فقال له يعني تقدم واقتلهم، يعني كان يحفزه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن انتهت الغزوة بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ودخل أبو سفيان للإسلام، وكان من أقرب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يعني جلس 3 سنوات تقريبا ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع أعدائه أبو سفيان بن حرب واللي واجهه منه ما كان يقابله إلا بحسن المعاملة وحسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته عائشة كان خلقه القرآن. الله يفتح عليك يا حبيب، ما شاء الله عليك، تفضل. الله يعطيك العافية يا أحمد، الله يعطيكم العافية يا شباب جميعا، الله عليك. شكرا لكم، الله يكتب أجركم. طبعا احنا ما بقى معنا دقائق معدودة، استغل هذه الفرصة، طبعا الشيخ وليد الدهوان أهداني تحت الهواء وأنا